بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، حبيب إله العالمين، المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد والرسول المؤيد المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، وأبا الأئمة، وعبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان، ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداتي، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمن الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردان، مثل ابن فاطمة يبيت مشردان، ويزيد في لذاته يتنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم، ويضيق الدنيا على ابن محمد
حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. لم يدر أن ينيخ بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم. عندما أراد الحسين أن يخرج من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله هيئوا تلك المحامل الهوادج ركبة النساء، وإذا بعلي الأكبر أخذ بيد أمه ليلى أركبها في ذلك الهودج، القاسم أخذ بيد أمه رملة أركبها في ذلك الهودج، وكل مرأة خرجت معززة مكرمة وصعدت في ذلك الهودج. ولكن عندما جاء الحسين أراد أن يخرج من المدينة نظر إلى هودج الحوراء زينب، وإذا به خاليا من زينب، التفت الحسين: أخي أبا الفاضل، أنت كافلها، أنت محاميها، أين أختنا زينب؟ لم لا أراها في هودجها؟ جاء العباس، دخل إلى الغرفة وإذا زينب واضعة رأسها بحجرها ودموعها تجري على خديها. التفت إليها أبو الفاض، قال لها: أخي زينب قومي. قالت: إلى أين؟ قال لها: إلى كربلاء. لطمت على رأسها، صرخت ونادت: أيوا أخا، أيوا حسينا، يا ما الله يوم الذي راع الشيم أنواي الشد الراحلة. زينب مبتسم، عباس راع المرجل قال الهياض ونوت علي: قومي نروح الكربلاء. قالت لأخويا محملي: منه الذي تكفل؟ قال لها: عيناك بشري، أمرك نويت تمثل. كل ساعة عباس ونزايا المحمل الحارة يعدل صدل الحسين وجاوب: يا شنو نزلتك بالفلا؟ يا قال لي: يا خويا نزلتي تدري بختنا مدلل، ما تعرفي ركوب الهزيل، انفطمت على العزو العلا، ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربل. شلون طلعت زينب من كربلاء؟ خرجت بأبي وأمي، أبو فاضل ليس معها، الحسين ليس معها، ليس معها أحد من
فتيان بني هاشم إلا ذلك العليل المريض. وإذا بزينب بأبي وأمي خرجت من كربلاء وهي تنادي بالله أنا مشيت أنا مشيت درب الماء مشيت للمتقين. قال العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولتعجيل الفرج عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الثالثة على حب الزهراء. يقول العلماء أن لكل فعل ولكل موقف ولكل كلمة تصدر من الإنسان في هذه الحياة الدنيا عالمان، وإن شئت أن تقل بعدان. العالم الأول الذي هو للكلمة أو للفعل أو للموقف هو عالم الانقضاء. عالم الانقضاء بمعنى أن هذا الإنسان تحدث بكلمة وقد انتهت هذه الكلمة وانقضت هذه الكلمة، فعل فعلا فانتهى ذلك الفعل الذي قد فعله وانقضى، اتخذ موقفا فانقضى ذلك الموقف الذي قد اتخذه. هذا الفعل، هذا الموقف، هذه الكلمة التي قد انقضت ينبغي للإنسان، صحيح هي انتهت وانقضت، ولكن ينبغي للإنسان المؤمن أن يعي آثار ذلك الموقف وآثار تلك الكلمة وآثار ذلك الفعل. هذه الكلمة التي تخرج من فمك هي كلمة قد انقضت صحيح، ولكن هذه الكلمة إما أن تكون مفتاحا للخير أو مفتاحا للشر، لها آثار. هذا الموقف الذي قد اتخذته حيال أي قضية من القضايا صحيح انتهى، ولكن هنالك آثار لذلك الموقف الذي قد اتخذته. الفعل الذي قد فعلته انتهى، ولكن هنالك آثار. فينبغي للإنسان المؤمن الإنسان العاقل
أن يفكر في كل كلمة وكل موقف وكل فعل يفعله في هذه الحياة الدنيا، وإن كانت هذه الكلمة، هذا الفعل، هذا الموقف سينقضي وينتهي. هذا البعد الأول واختصار. البعد الآخر الذي يقول عنه العلماء هو بعد الثبات والثبوت. شلون يعني بعد الثبات والثبوت؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا في هذه الحياة الدنيا جعل لكل واحد منا ملائكة حفظة يحفظون كل شيء يصنعه هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا تعتقد أن هذا الشيء الذي يصدر منك، الفعل، الكلمة، الموقف، غير مثبت. لا، هذا مثبت. لذلك عندما تأتي في يوم القيامة تفاجأ، يعرض عليك ذلك الكتاب، فتجد في ذلك الكتاب كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فبالتالي هذا العالم يسمى بعالم الثبات والثبوت. أنت عندما تظلم إنسانا، تعتدي على إنسان بكلمة على سبيل المثال، لا تعتقد أنك ستفر من عقاب الله سبحانه وتعالى، من محكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. لذلك الإنسان المؤمن، الإنسان العاقل، هو الذي يفكر في ذلك العالم الذي لا بد وأن يمر به في يوم من الأيام، ويجد هذا الإنسان ما عملت يداه، يجد كل فعل فعله، كل قول، كل موقف وقفه في هذه الحياة الدنيا، صغيرا كان أم كبيرا. لهذا هذا ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يلتفت إليه في هذه الحياة. طيب، الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويتمنى أن تكون مستمرة تخلده وتبقي له ذكرا في هذه الحياة الدنيا، يمكن؟ هل يمكن للقول، للفعل، للإنسان أن يخلد له ذكرا في هذه الحياة الدنيا ويبقى هذا الخلد، هذا الأمر ثابت لهذا الإنسان حتى وإن خرج من هذه الحياة الدنيا؟ أكو مجال لكم؟ أكو مجال أن هذا الإنسان اسمه يخلد، ذكره يبقى، فعله يبقى، بالتالي يبقى هذا الإنسان موجود حتى وإن خرج من دار الدنيا؟ هل هنالك طريق؟ نعم، هنالك طريق. يمكن للإنسان أن يخلد ذكره، أن يخلد فعله، أن يبقى له مكانة في هذه الحياة الدنيا من خلال الأعمال التي يعملها، ولكن ما هو الطريق؟ ما هو السبيل الذي يجعلني مخلدا بأفعالي، بأقوالي، بمواقفي في هذه الحياة الدنيا، حتى وإن فقدت من هذه الحياة، حتى وإن خرجت من هذه الحياة؟ الرواية التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا الإنسان خلد أم لم يخلد؟ خلد هذا الإنسان، بقى ذكره في هذه الحياة الدنيا، بل أصبح هذا الإنسان يعيش مدى الدهر في هذه الحياة. لذلك أنتم الآن، أي إنسان في ذهنه، في ذهن أناس خرجوا من هذه الحياة الدنيا ولكن لا تزال أرواحهم ترفرف فيما بيننا، لا تزال ذكراهم ناصعة، لا تزال ذكراهم محفوظة في قلوبنا لتلك الأعمال التي قد عملوها في هذه الحياة الدنيا. بالتالي الإنسان المؤمن يريد أن يخلد، يريد أن يبقى، لا يريد هذا الإنسان أن يخرج من دار الدنيا بعد خلاص بمجرد أن يوضع في قبره وإذا به قد اندثر أثره، لم يبقى له ذكر،
الإنسان يريد أن يبقى، يريد أن يخلد، يريد أن يصبح له مكانة في هذه الحياة الدنيا حتى بعد موته. الطريق إلى ذلك يعلمنا إياه رسول الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أهل البيت يعلموننا كيف يبقي الإنسان له ذكرا في هذه الحياة الدنيا حتى وإن خرج منها، يبقي له ذكرا في هذه الحياة الدنيا عندما يربط نفسه بالواحد القهار، يربط نفسه بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يبقى شيء في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، الذي عند الله سبحانه وتعالى يبقى. لذلك اربط نفسك بالله سبحانه وتعالى، الله هو الباقي. فأنت عندما تربط نفسك بالباري سبحانه وتعالى تجعل من كل قول، من كل عمل، من كل فعل، من كل موقف تجعله لأجل الله سبحانه وتعالى، تربط نفسك بالله سبحانه وتعالى، تخلد، تبقى. أنت لا تريد أن تخرج، وبإمكانك أن لا تخرج من دار الدنيا عندما تربط نفسك بالله سبحانه وتعالى، تربط نفسك بالله سبحانه وتعالى. ليس فقط أنت عندما تربط نفسك بالله سبحانه وتعالى فقط تخلد من خلال العمل الذي قد عملته، الموقف الذي قد وقفته، الفعل الذي قد فعلته، لا، إنما الله سبحانه وتعالى بمنه وبكرمه يزكي لك ذلك العمل وذلك الموقف، لأنه ما كان لله ينمو. أي شيء يكون لله سبحانه وتعالى فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى، يربط الإنسان نفسه بالله سبحانه وتعالى، هذا العمل ينمو، هذا العمل يكبر، هذا العمل يزكو، هذا العمل ينتشر، يحفظ. لذلك عندما نعود إلى بعض تاريخ علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عندما نعود كنموذج واضح للعيان، عندما نعود إلى حياة آية الله العظمى المقدس الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل عندما يفتتح أول حسينية في قوم وإذا به ما يسميها بحسينية السيد الشيرازي، إنما يربط هذه الحسينية برسول الله. ليش يا سيد؟ يقول لأن السيد محمد الشيرازي رايح، رسول الله هو الباقي. عندما يفتتح حسينية في كردستان كذلك يربطها باسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يأتي إلى الكويت يفتح تلك المؤسسات، مؤسسات عدة، من حسينية إلى مكتبة إلى مدرسة إلى غيرها من المؤسسات، لا يسميها باسمه، إنما يسميها باسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا أنا وأنت نزول من هذه الحياة الدنيا، ولكن عندما يربط هذا الإنسان أعماله أفعاله مشاريعه باسم إنسان باقي، كاسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كاسم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، اسم من أسماء أهل البيت، ويجعل هذا الفعل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا العمل ينتهي؟ لا ينتهي هذا العمل، يحفظ هذا العمل، يبقى هذا العمل، لأن هذا الإنسان ربطه بالباري سبحانه وتعالى، إخلاص لله سبحانه وتعالى، وربطه باسم إمام أو باسم نبي معصوم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. لذلك خلد هذا العمل، خلد هذا العمل، إلى درجة أنني سمعت يوم من أيام من السيد محمد رضا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، السيد محمد رضا كل يوم من الأيام في جلسة فنقل هذه القضية، قال إن السيد الوالد رحمة الله عليه أهدي شيء عقار، قالوا له هذا خالص إليك. السيد التفت إلى ذلك الإنسان الذي قد أهداه ذلك العقار، قال له ترى محمد الشيرازي يروح، ولكن لنجعل هذا الأمر، هذا الشيء
باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى هذا الفعل، يبقى هذا العمل. أنا وأنت اليوم لا نريد أن نخرج من هذه الحياة الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ولا ترجعون؟ ولا ترجعون، لأنه أنا غصبا عني أرجع. لا ترجعون، لأن الإنسان لا يريد أن يخرج من هذه الحياة الدنيا، يريد أن يبقى يتشبث بهذه الحياة الدنيا. لذلك الإنسان المؤمن العاقل إذا أراد أن يبقي له ذكرا في هذه الحياة الدنيا، اسما في هذه الحياة الدنيا، موقفا، فليجعل ذلك الموقف، ذلك الفعل، ذلك العمل مربوطا بالله سبحانه وتعالى، ويكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في ذلك العمل، فإن هذا العمل يبقى، بل ينمو ذلك العمل، ينتشر ذلك العمل. ونحن عندما نعود إلى واقعة الطف، واقعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مدرسة. عندما نعود إلى حياة الحسين بأبي وأمي وتاريخ هذه النهضة التي قد سطرها الحسين بأحرف من الذهب، الحسين بأبي وأمي ما خرج لأجل سلطان، لم يخرج الحسين بأبي وأمي طمعا بخلافة، طمعا بسلطة، إنما ربط الحسين بأبي وأمي قضيته بالله سبحانه وتعالى، ربطها بالله. لذلك شوف، عندما يخرج من مكة المكرمة يخطب في الناس، وإذا به ينادي: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي، وفي قراءة أخرى وخير لي، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم بعد رضا الله رضانا آل البيت. يربط نفسه بالله سبحانه وتعالى، رضا الله رضانا آل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته. هذا هو الحسين بأبي وأمي. نداءات الحسين في يوم كربلاء صلوات الله وسلامه عليه كذلك كانت تدلل أن الحسين بأبي وأمي لم يخرج إلا لأجل مرضات الله سبحانه وتعالى: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. لذلك الحسين بأبي وأمي عندما سطر هذه الملحمة، سطر هذه الملحمة وربط هذه الملحمة بالله سبحانه وتعالى وأعلنها صراحة، ربطها بالله سبحانه وتعالى. لذلك شوف، هذه الملحمة التي قد سطرها الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الثورة أصبحت كما يقول المؤرخون ويتحدث عن ذلك المختصون أنها هي الثورة الفريدة من نوعها. تعال دور عن ثورة صارت في التاريخ كثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أصبحت مدرسة لجميع الثورات، مدرسة لجميع الثورات، مدرسة للأحرار، أحرار العالم. لا يختص هذه المدرسة بشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك أنت تشوف حتى الإنسان البعيد عن الدين، البعيد عن الإسلام، يلجأ إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويتعلم من الحسين بأبي وأمي، من مدرسة الحسين ما يتعلم. لذلك أنتم اليوم عندما تنظرون
إلى الرايات التي ترفع في طريق الحسين صلوات الله وسلامه عليه، المواكب التي تمضي إلى حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تشوف أعلام دول أوروبية، ولعل هنالك أناس غير مسلمين يرفعون راية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحسين ليس ملكا وليس حصرا لشيعة أهل البيت، إنما هو للإنسانية، لأن ثورته كانت مليئة بالقيم والمبادئ والمثل الإنسانية، الأبعاد الإنسانية التي كانت في ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه جعلت من أولئك الذين بعيدين عن الإسلام يستلهمون هذه القيم، هذه المبادئ، هذه المثل، يعتزون بهذه الثورة التي قد سطرها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك شوف المواكب، انظر إلى المظائف التي تجعل في طريق كربلاء صلوات الله وسلامه عليه، تشوف ناس لا عدهم للإسلام، زين دخل ولا شيء، تحصل إنسان يزيدي أو صابئي أو كلداني أو مسيحي، إنسان لا ينتمي إلى طائفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه يفتخر لأنه ينصب وظيفا أو يجعل موكبا باسم الحسين، يفتخر أن يجعل موكب أو مضيف باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أصبحت الأبعاد الإنسانية في ثورة الحسين هي التي جعلت لثورة الحسين إشعاع، جعلت لثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه جاذبية، مغناطيس، جذب الأفئدة، أفئدة الأحرار، أفئدة الأحرار، وإن كانوا غير مسلمين وإن كانوا بعيدين عن الإسلام. لذلك لعلكم سمعتم أو قرأتم إنديرا غاندي اللي كانت وزيرة للهند وفازت 3 مرات بوزارة برئاسة الوزراء في الهند، هذه في فترة من الفترات اتهمت بأنها بالخيانة العظمى إلى الهند، اتهموها بالخيانة العظمى إلى الهند، وبالفعل مرت الهند في ذلك الوقت في ذلك العام بأزمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، مرت الهند، فأصبحت تلاحق هذه المرأة إنديرا غاندي في المحاكم بتهمة الخيانة. ما كان من هذه المرأة، وهذه المرأة إنديرا غاندي مسلمة اطلاقا، ليست من أهل الكتاب، امرأة بوذية، وإذا بهذه المرأة نذرت للحسين صلوات الله وسلامه عليه. تعلم من هو الحسين؟ تعرف من هو الحسين؟ نذرت للحسين صلوات الله وسلامه عليه، إن برأها الله سبحانه وتعالى من هذه التهم تقيم المأتم في كل عام في قصرها في الهند. وبالفعل مضت الأيام وإذا بهذه المرأة تبرأ من تلك التهم التي قد وجهت إليها، برئت بعد الآن لا بد لها أن تفي بذلك العهد، ذلك الوعد، بذلك النذر، سميه ما شئت، وإذا بها بالفعل تتفق مع أحد خطباء الهند يسمى بالشيخ محمد إلياس، اسم الشيخ محمد إلياس شخصية علمائية هندية، اتفقت معه أن يأتي في كل عام أن يقرأ سيرة كربلاء، سيرة عاشوراء في قصرها في منزلها في أيام عاشوراء. وبالفعل صار هذا الشيخ يقرأ لها في كل عام، وكما ينقل هو الشيخ محمد إلياس يقول إذا دخلت في مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعني بديت أقرأ المصيبة، يقول كنت أنظر إلى هذه المرأة البوذية ترفع ذلك الوشاح الذي كانت تضعه على كتفها وعلى رأسها، تغطي به رأسها وعينها ثم تجهش بالبكاء. امرأة بوذية، امرأة بوذية لا تنتمي للحسين، وإذا بهذه المرأة
تعرف من هو الحسين صلوات الله وسلامه عليك؟ تعرف من هو الحسين؟ وهنالك الكثير عندما تقرأ في التاريخ، هنالك الكثير من أولئك الذين لا يعرفون من هو الحسين، ولكنهم عرفوا ثورة الحسين فاستلهموا من ثورة الحسين تلك القيم، المبادئ، المثل التي تجعل من الإنسان إنسانا بمعنى الكلمة. لذلك المثل والمبادئ والأبعاد الإنسانية التي هي في ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحتاج إلى حلقات، تحتاج إلى بحوث، ليست بالقيم القليلة. عندما تأتي من بداية عزم الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الثورة وخروجه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بذلك اللعين يزيد بن معاوية يبعث إلى الوالي على المدينة أن معاوية قد هلك، خذ البيعة من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، خاصة من الناس عامة ومن الحسين خاصة. يجي ذلك اللعين الوليد بن عتبة يطلب الحسين، يريد أن يعطيه البيعة إلى يزيد. ماذا قال الحسين؟ ماذا قال الحسين؟ قال مثلي لا يبايع مثله. وهذه في الواقع بعد ينبغي على الإنسان المؤمن أن يلتفت إليه، مثلي لا يبايع مثله، لأن هذه الولاية، هذه الخلافة لا تكون إلا لأولئك الذين قد نصبهم الله سبحانه وتعالى، جعلهم الله أئمة، لا تكون إلا أولئك، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هاي الخلافة لابد وأن تكون منصوص عليها من قبل الله سبحانه وتعالى، منصوص عليها من قبل الله سبحانه وتعالى. هاي الخلافة الشرعية، الخلافة الشرعية اللي الإنسان مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. من لم تكن في عنقه بيعه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هاي الولاية، هاي الخلافة لا يمكن لأحد أن يتقمصها، لأنها هي نص وتنصيب من الله سبحانه وتعالى. لذلك الحسين لم يبايع. هاي الخلافة الإلهية. اليوم حتى الخلافة السياسية عندما يستولي إنسان غير أهل إلى هذه القيادة السياسية يدمر البلاد أم لا يدمر البلاد؟ يدمر البلاد والعباد. فعندما يصبح هذا الإنسان غير أهل إلى هذا الموقع وإذا بالناس يصبح ضحايا، وهذا ما ننظر إليه اليوم للأسف الشديد في الكثير من البلدان، تقمصوا خلافة سياسية، رئاسة، وإذا بهم قد جنوا على بلادهم وجنوا على شعوبهم. أصبح الناس يعيشون الأمرين في هذه الحياة الدنيا وهم ينتفعون، يستغلون تلك الثروات التي هي للناس، للمواطنين في ذلك البلد، يستغلون هذه الثروات إلى أنفسهم وإلى مصالحهم وإلى المقربين إليهم. والناس يعيشون الأمرين في هذه الحياة الدنيا. إنسان غير أهل للخلافة لا ينبغي له لا ينبغي له أن يكون في ذلك المنصب، ولا ينبغي للناس أن ينتخبوا ذلك الإنسان الذي هو ليس بأهل لذلك المنصب. لذلك الحسين قال عن يزيد بن معاوية أنه رجل فاسق فاجر شارب للخمور معلن بالفسق والفجور. إذا كان هذا الإنسان معروف، هذا تاريخ، هذا تاريخ غير أهل، ليش والله الناس يحملوا هذه القيادة؟ بالتالي الناس يأكلون الأمرين من جراء هذا الإنسان الذي قد تسلط هذه الخلافة السياسية. لذلك هاي دروس نأخذها ونستلهمها من سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا موقف، موقف آخر من سيرة الحسين، بعد آخر إنساني من سيرة الحسين. الحسين بأبي وأمي في مكة المكرمة، في مكة، وإذا بالحسين بأبي وأمي
قد علم أنه قد بعث إليه يزيد بن معاوية 30 رجل من شياطين بني أمية وأمر بقتل الحسين وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. حتى لو كان الحسين متعلق بأستار الكعبة اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا بأستار الكعبة. شوف الحسين، شوف القيمة الإنسانية التي هي عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا به يخرج من مكة المكرمة، سأله ابن عمه، سأله ابن عمه لما تخرج، فقال والله إني لا أحب أن أقتل في مكة المكرمة، هذا مكان محرم له حرمة، فوالله لا أريد أن أقتل في داخله شبرا، وإني أقتل خارجه شبرا أحب إلي. وإذا به يحفظ هذه الحرمة التي هي لمكة المكرمة، يحفظ حرمة مكة المكرمة. هذا في الواقع ينبغي للإنسان المؤمن أن يدرس هذه الحالة، يدرس هذه الحالة. طيب خرج الحسين بأبي وأمي من مكة المكرمة، شوف البعد الإنساني في ثورة الحسين، البعد الآخر في ثورة الحسين، الحسين بأبي وأمي صار عند أنصار، صار عند أصحاب، خرج معه مجموعة من أهل بيت، من أهل بيته، وإذا بالحسين يكون واضح شفاف، يعطي أولئك الذين قد خرجوا معه البصيرة ويصبح معهم شفاف، يعلم أنه يخرج وماكو بعد مجال، ماكو مجال إلى أن يكون منتصرا في هذه المعركة، ماكو مجال، انتصار عسكري، انتصار مادي، بالتالي يصبح شفاف مع أولئك، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. فبالتالي كل أولئك الذين قد خرجوا مع الحسين كانوا يعلمون بالمصير، يعلمون بالمصير، وهذا هو القائد، ينبغي أن يكون شفافا وواضحا مع أولئك الذين معه. ولنا وقفة إن شاء الله في إحدى الليالي حول هذه القضية وحول هذا الموضوع. هذا بعد إنساني في سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بعد إنساني. الحسين بأبي وأمي يخرج يصل إلى كربلاء، وإذا به قبل أن تقع تلك الواقعة الحسين بأبي وأمي كذلك، هنالك أبعاد إنسانية، أبعاد إنسانية، يلتفت إلى أصحابه يقول لهم أنتم في حل من بيعتي، أنتم في حل من بيعتي. ينبغي أن نعلم أنه لربما يكون هنالك إنسان مستحن من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مستحن من الحسين، الحسين لا، يقول لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، فليأخذ كل واحد منكم بيد أحد من أصحابي فتفرقوا، فإن القوم إنما يطلبونني، ولو غفروا بي لذهلوا عن غيري، لو غفروا بي لذهلوا عن غيري. ولكن شوف نية الأصحاب، هاي المواقف التي كانت عند أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لم يتخلف أحد من أصحاب الحسين، شوف الثبات، ينظرون إلى الموت رأي العين، إلا أنهم لم يتخلوا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا درس كذلك، هذا درس كذلك من واقعة الطف، واقعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ذلك العبد الأسود الذي كان يسمى بجون مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، يقول له الحسين يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية، أنت تبعتنا طلبا للعافية. تفضلوا شيخنا، صلوا على محمد وآل محمد، تفضل تفضلوا شيخنا، رجاء شيخنا، رجاء تفضل ثانية بعد. ولكن شوف هذا العبد الأسود، شوف هذا العبد الأسود يلتفت إلى الحسين يقول أبا عبد الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أترككم،
لا والله يا أبا عبد الله، حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم أهل البيت. ها؟ وإذا به يلتفت إلى الحسين: أبا عبد الله، إن لوني لأسود، وإن رائحتي لنتنة، وإن حسبي للئيم، فتنفس علي بالجنة. وإذا بالحسين يدعو لهذا العبد، هذا الغلام الأسود، هذا الغلام الأسود عندما يقع على بوغاء كربلاء، يجي الحسين يصنع معه كما صنع مع علي الأكبر. شنو صنع مع علي الأكبر؟ الحسين يصنع مع هذا العبد الأسود، هذا العبد الأسود به رمق من الحياة، فتح عينه. وإذا بهذا العبد الأسود يشوف الحسين وضع صدره على صدره وخده على خده، وهو إذا به يقول: من أنا وقد وضع ابن بنت رسول الله صدره على صدري وخده على خدي حتى فاضت روحه الطائرة. شوف هالقيمة، الحسين لا يفرق ما بين ولده علي الأكبر وما بين غلام أسود. ها؟ هل كلها معاني إنسانية؟ كلها معاني إنسانية. ها؟ لذلك هذا هو الحسين بأبي وأمي، الذي لم ترعى له حرمة ولم تحفظ له كرامة. ها؟ وإذا بالحسين بأبي وأمي مطاردا من بلد إلى بلد، لم يدري أين ينيخ بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم. وإذا بالحسين عندما عزم على الخروج من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، التفت إلى فتيان بني هاشم، أمرهم أن يهيئوا تلك الهوادج الرواحل لكي يخرجوا من مدينة رسول الله. ولكن تدرك متى خرجوا من مدينة رسول الله؟ خرجوا في منتصف الليل، خرجوا والسماء ممطرة. العباس يلتفت: أبا عبد الله، لماذا نخرج في سواد هذا الليل؟ ننتظر إلى الصباح حتى نخرج؟ التفت الحسين وإذا به يقول: أخي أبا الفاضل، أخشى أن ينظر أحدا إلى أخوات، أخشى أن ينظر أحدا إلى خيال زينب. وإذا به يخرج بأبي وأمي في منتصف الليل: قرب الهوادج، أركب كل النساوين، هس على المسرى يا نور العين، ناوي ناوي على المسرى يا ابو فاضل بهالليل، انا خايف على اخواتك ينظروها الرجاج، والله لزينب لو بقت ما عندها كفيل. قال: شعبتني يا ابو العلين، يا ابو علي، زينب عزيزه وش يذلها، عندها اسباع بالحرب ما من مثلها، وان كان مرتاعه يا نور العين، فلها شتريد من الطلب الأمرها مستعدين. أخرج النساء، صعدنا في تلك الهوادج والمحامل، وفتيان بنو هاشم إلى جانب تلك الهوادج والمحامل، وإذا بالناس خرجوا خلف ذلك الراكب الخارج من المدينة، كل ينادي في أمان الله، كل ينادي في دعة الله يا أبا عبد الله. قال أبو الفضل العباس: في أمان الله
عيني. كل واحد عنده طفله، وخل كل واحد منا يشوف يوم يريد ان يسافر، يريد ان يطلع مع كل عياله، ولكن يترك هذا الانسان هاي الطفله طفلها، يترك هاي الطفله. شلون حاله هذه الطفله؟ تتعلق بابيها، تتعلق بامها، تتعلق باخوتها. واذا بهذه العليله خرجت خلف ذلك الراكب تنادي: ابا حسين قفلي يا نور عيني. التفت الحسين الى خلفه واذا بها فاطمه العليله.
خائفا يتكتموا ثم قد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم